ايه سي دي المتصور تمام كده دي سي سي دائما اسمه مضمون وظيفي حق الانسان سي ده مبتدا جميع حقوق الانسان زملائي الاساتذه الطلبه المحترمون اود في البدايه أن أشير إلى أن السيد رئيس الجامعة كان يود من حولنا الاجتماع نظرا لأهمية موضوع العنف داخل الجامعة، ولكن نظرا لأسباب طارئة اضطر لسفري خارج مدينة أكادير، وكلفني أن أعود عنه في افتتاح أشغال هذا اللقاء. أقول هذا اللقاء يكتسب أهمية قصوى بالنسبة لنا داخل الجامعة، لأن الجامعة أساسا هي فضاء للتعليم والإبداع، والإبداع في الفكر وفيما يصب في اتجاه تطوير البشرية، وليس الإبداع فيما يردها سنوات الانتظار. إلا أن العنف هذه السنوات ليس خاصا بالجامعة، بل هو ظاهرة كونية ومجتمعية أسبابها متعددة. لنبقى في مدينة أكادير ونقول على أن داخل جامعتنا نحن فرحون ومتفائلون بالمستقبل. لماذا؟ لأننا أولا جامعة تضم حوالي 80,000 طالب، أغلبها جلها متمركز بمدينة أكادير في مجال ضيق معدود بكل ما يحمل ذلك من مشاكل ومتاعب، سواء بالنسبة للطلبة أو للأساتذة أو للموظفين، وأقول حتى للمواطنين وحتى المواطنين صبغة كارثية عن الوضع. فنظرا لهذه الشروط وهذه الظروف، فمع ذلك فنحن في وضعية أحسن. ولكن في 2014 لا نحتمل أن يبقى ولو جزء بسيط من العنف. لن أدخل في تفاصيل الأسباب، أعتقد أن السادة الأساتذة والمتدربين سيعالجون هذا الموضوع ويتناظرون فيه، لكن ما أريد أن أقول هو أن الجامعة أن العنف مسؤولية للجميع، ليس فقط مسؤولية الطالب. فكل مسؤول عن وصولنا إلى هذه الوضعية، والكل عليه أن يتحمل مسؤوليته للخروج منها، سواء تعلق الأمر بالطالب أو بالإدارة أو بالمجتمع المدني. وهنا إذا كان يمكن أخذنا من الاستباق الجميع لإشراك سواء تنتهي الطلبة و هذه الظاهرة، مع الاعتراف بطبيعة الحال بأن الطالب له حقوق يجب أن تلبى، ولكن في نفس الوقت له واجبات عليه أن يتحملها كذلك. ومرة أخرى أقول أن العنف مسؤولية الجميع، ولكل واحد منا يتحمل مسؤوليته. فيما يخص رئاسة الجامعة فهي تقوم بكل ما في وسعها للتخفيف من هذا الاضطراب الذي تعاني منه الجامعة، ومحاولة خلق أقطاب جامعية أخرى حتى نخفف من الجو من هذا الجو المشؤوم. أتمنى لأشغالكم التوفيق، وأنت أتمنى أن تتناظروا فيما بينكم وتقترحوا علينا مجموعة من الحلول التي سنأخذها بالاعتبار، وتبقى الجامعة رغم إشارتكم. وشكرا.